لو مارس احد المقربين معي هذا الصمت العقابي اكيد هحزن، لانه هيصير جوايا احساس بالحزن اكتر، ان كان اهون عليا ان هو يعاتبني ويلومني ونتناقش. هسيبه براحته بقى خالص يعني، مش ما هو مفيش رد فعل انا هعمله يعني، خلاص انت هتصمت اصمت يعني. بس لا، بابا وماما يختلف طبعا، انا هصالحهم، لكن حد مثلا درجه ثانيه درجه ثالثه ممكن اعرف المشكله ايه، لو هي مني انا ممكن اتعامل معاها واحاول اتصرف واشوف الحل. لو مارس معايا حد الصمت العقابي يعني وقتها انا برضو هتجاهله، هبادله نفس الشعور. لا، لفتره طويله مش هسكت، هحاول اكلمه واعرف ايه السبب اصلا يعني، مش هعمله معاملته الا ما اعرف هو عمل معايا كده ليه. انا لو حد مارس معايا الصمت العقابي بتعامل معاه نفس المعامله. انا دايما ماشي بمبدا المسامح كريم، يعني انا عادي ممكن اكلمه عادي، وممكن اسال عليه.